بونسوار. صوركم اللي عتوصلنا على اكونت الانستغرام والفيتشر تي في ابلكيشن عم نعرضها كل يوم. بذكركم انه بس صوره واحده عم تربح معنا جائزه بكل اخر الشهر. بذكركم كمان انه موضوع هذا الشهر هو الصور اللي اخذتوها بالطرقات اللبنانيه. اما بعد فقره صوره وشمسيه بنوصل هلا على الدول العربيه تنشوف كيف عم بيكون طقسها. منبلش مع القاهره 36، تونس 27، الرباط 26، الخرطوم 40 درجه، بغداد 38، دمشق 29، القدس 31، المنامة 35 درجة، والختام عم بيكون مع الكويت 41، الدوحة 38، أما رياض 37 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. عم بيكون في عنا طقس غائم كليا مع استقرار بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم تتراوح بين ال 20 وال 31 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها لل 24 درجة، أما بالداخل عم توصل أقصاها لل 27 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش مع بعض مع عكا 28، طرابلس 30، القرس 19، الكوره 29 درجه، هرمل 30، القاع 29، بعلبك 25، رييق 23 درجه. بنكمل بالمناطق اللبنانيه، عجبيل 30، فريق 24، جونيه وبعبده 31 درجه، بيروت كمان بتسجل 31 درجه مع طقس غائم كليا. زحلة 27، شتورة 29، عنجر ومشغرة 30 درجة. نوصل بجولتنا جزين 30، رشيا 29، مرجعيون 30، بنت جبال 28 درجة، والختام مع بيت الدين 29، أما صيدا صور وقانا 31 درجة. كيف رح يكون الطقس بالثلاث أيام الجايين منشوف سوا؟ منبلش مع بكرة الجمعة. مثل ما ذكرنا عم بيكون في عنا استقرار بدرجات الحرارة مع طقس غائم كليا، والحرارة لنهار الجمعة بتتراوح بين ال 23 وال 31 درجة. السبت عم توصل أقصاها لل 31 درجة، أما الأحد عم ترتفع درجة واحدة تتسجل أقصاها 32 درجة. على ارتفاع 1850 متر الحرارة عم تتراوح بين ال 9 وال 19 درجة. بعتولنا صوركم على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، واكيد شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا عطول على المستقبل.